السلام عليكم. إذا ما كان النحو في الأصل أحد وسائل تقويم اللسان ومعيناً على تقوية السليقة اللغوية، فلماذا يشتكي كثير من الناطقين بلسان العربي اليوم من صعوبة النحو ويعرضون عن تعلم لسان العربي بسبب ذلك؟ هذا السؤال يشكل جوهر المشكلة، مشكلة الدعوة إلى تجديد النحو العربي التي جاءت على لسان عدد من الباحثين المعاصرين. وبالرغم من أن الموقف من تعقيدات مسائل النحو قديم نسبياً ويرجع إلى قرون خلت نبغ فيها أدباء ولغويون وجهوا سهام النقد إلى مدرستي البصرة والكوفة، وخصوصاً الأولى، متهمين إياها بالتشدد في وضع القواعد والاحترازات والشروط في التقعيد النحوي. بالرغم من ذلك، فإن الدعوات الحديثة والمعاصرة تثير ريبة أهل الاختصاص من اللغويين والأدباء العرب، لأن فريقاً من المستشرقين ومن سلك مسلكهم من المثقفين العرب تولوا كبر هذه الدعوة، فاختلط بذلك في نظر الكثيرين نيات التيسير النحوي الصادقة بمآرب ليست بريئة متعلقة بهدم العلاقة بين النحو ونصوص الوحي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، التي نبحث فيها هذه القضية وفق ثلاثة محاور: كيفية نشأة النحو والمنافع التي قدمها للسان العرب، وأيضا ماهية التجديد المطلوب في النحو، وأخيرا حدود التجديد أو الإصلاح الممكنة في قواعد النحو والنتائج المرجوة من ذلك. نلتقي بعد قليل. لبحث هذا الموضوع المهم والحساس والطارئ أيضا، يسعدني الترحيب بضيوفنا الكرام. الدكتور في الاستوديو الدكتور علي أبو زيد، الخبير الأول بمعجم الدوحة التاريخي، وهو رئيس جامعة دمشق الأسبق، وينضم إلينا عبر سكايب من أنقرة الأستاذ منذر الأسعد، الباحث في قضايا اللغة، كما يشاركنا عبر الهاتف من كوسوفو الأستاذ أحمد القاري، الباحث في قضايا اللغة والسياسة اللغوية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا بالاستوديو دكتور علي، لو تحدثنا قليلا عن الملابسات والظروف التي نشأ فيها علم النحو. حياك الله أستاذ جهاد، وحيا الله الإخوة المشاركين والقائمين على هذه القناة الطيبة. الحديث حول نشأة النحو العربي، أحيانا نحن نخطئ فنقول نشأ النحو في القرن الأول للهجرة. الحقيقة أنهم في القرن الأول للهجرة بدأوا يدونون ويستخلصون ويستنبطون قواعد العربية من أفواه الناس. فقواعد اللغة العربية وأصولها وضوابطها كانت سليقة على ألسنة العرب، وكانوا يستخدمونها دون العودة إلى أي قاعدة أو إلى أي كتاب. هذه لغتهم التي نشأت. لما اختلط العرب بعد الإسلام بغيرهم من الأمم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واختلط العربي بالفارسي باليوناني بالرومي بالقبطي بغيرهم، وبدأ أولئك المسلمون الجدد يتعلمون اللغة العربية، بعضهم أتقنها وبعضهم لم يتقنها، ولذلك بدأ الخلل يتسرب إلى ألسنة الناس. من هنا جاءت غيرة أهل العلم وغيرة الولاة. الآن لن ندخل في تفصيلات من الذي أمر بهذا الأمر، تم خلاف عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو أبو الأسود الدؤوي أو زياد بن أبي، ليست المشكلة هنا. المشكلة أنهم تنبهوا على هذا الخطر الداهم الذي بدأ يصل إلى ألسنة العرب، ومنها هنا بدأوا يستنبطون الضوابط التي تحصن ألسنة العربي وتعين غير العربي على النطق بها وعلى استعمالها. هذا الأمر هنا في القرن الأول بدأ هذا الأمر، ولن نتحدث طويلا عن كيفية الأمر. بدأ الأمر بوضع الحركات. لكن نقطة مهمة دكتور علي حقيقة، ربما تهمنا أكثر من الكيفية، وجانبك ربما خير من يحدثنا عنها، هو أن التداعي إلى وضع أو تقعيد النحو العربي جاء في سياق
حالة من التقدم والعمران والنهوض والقوة والهيمنة الإسلامية، يعني أقصد أن لم تكن الدعوة وراء هذا هي دعوة تعايش مع الواقع، وإنما دعوة سيادية إذا صح التعبير، أليس كذلك؟ الدعوة السيادية هي سيادة اللغة، سيادة أهل اللغة. وأرجو أن لا يفهم من هذا الكلام أن أهل اللغة كانوا يريدون غيرهم من المسلمين أو من الأمم أنهم سادة عليهم يريدون أن يعلموهم لغتهم، لا أبدا. فرضت سيادة الدولة الجديدة بعقيدتها الجديدة بكتابها الجديد، فرضت على الناس أن يتعلموا اللغة العربية ليتعايشوا معها. كما أنك اليوم لو أنك ذهبت وأقمت في بلد ما من البلدان فأنت مضطر أن تتعلم لغته، فكيف إذا كانت هذه اللغة لغة الدين الذي تعتقده؟ من هذا الباب الحرص جاء، يعني ليس حرصا على اللغة العربية، والحرص جاء نعم على الناطقين بها من العرب ومن غيرهم. إنما قصدت من سؤالي دكتور علي ليس هذا، وإنما قصدت لم تكن دعوات وضع النحو هي استجابة لضغوطات أو لضغوط خارجية ومعايشة مع واقع دولي، نبتت مع الحالة وليست نعم ولم ترد من الخارج، في سياق تطور طبيعي. هي في سياق التطور الطبيعي، ولذلك قلت يعني عندما دخل غير العربي مع العرب وبدأ اللحن يتسرب إلى ألسنة العرب بدأوا يفكرون فيها، وليس لأنه فرض عليهم، بل في ذلك الوقت كان أصحاب هذه اللغة هم القادرون، كانوا هم القادرين على استخدام اللغة وعلى فرضها. إذن لنعود إلى الكلام. إذن بدأ استنباط قواعد اللغة العربية من كلام العرب في القرن الأول الهجري، ثم بدأت الكتابات في القرن الثاني، الكتابات الحقيقية، يعني البداية كانت بوضع حركات الإعراب، يعني ولم تكن تسمى الحركات، إنما كان الضم توضع له ضمة، توضع له نقطة فوق الحرف بمداد مخالف، والجر توضع له دائرة بمداد مخالف تحت، وهكذا بلا تفصيلات. في القرن الثاني للهجرة بدأ الناس الذين جمعوا اللغة، طبعا هذا الأمر في العصر العباسي تقصد، في بأواخر الأموي، لأن عملية الجمع بدأت في العصر الأموي، جمع الأخبار وجمع الروايات وجمع الشعر وما إلى ذلك وجمع اللغات، كل ذلك كان في أو بدايات أو فلنقل في منتصف العصر العباسي، واستمرت بعد ذلك. جاء الخليل وتلامذته وشيوخه ومن هم إليه، جاءوا وبدأوا يقاعدون أو يستنبطون القواعد ويضعونها في كتب، ثم أخذ من الخليل سيبويه، وسيبويه فارسي الأصل، ومع ذلك وضع هذا الكتاب ليعلم الناس كيف يتعاملون مع هذه اللغة، فمن أراد أن يتعلمها من غير العرب يستطيع أن يعود إلى هذا الكتاب، ومن أراد أن يستعملها من العرب ليصحح ما وقع فيه يستطيع أن يعود إلى هذا الكتاب. ثم استمرت الكتب بعد ذلك، الكتب القواعد ثم الشروح ثم التعليقات وما إلى ذلك، إلى أن وصلنا إلى هذا الزمن. طيب لو 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 دخلنا إلى مستوى آخر من الحديث مع الأستاذ منذر في أنقرة، هل كان الدافع وراء تقعيد النحو العربي كان دافعا دينيا محضا، أم كان دافعا لسانيا إذا صح التعبير؟ بكلمات أخرى، هل كان العرب تداعوا إلى تقعيد النحو لأسباب متعلقة بحماية حرف القرآن من اللحن، أم لحماية لسان العرب لذاته حفاظا عليه نقيا صافيا؟ هو الدافع كان يعني مزيجا من البعد الديني، وهو الأصل لأنه دين الأمة. أكثر الشعوب في البلدان المفتوحة دخلت في الإسلام طبعا بدليل بقاء الأقليات ممن لم يؤمن بالإسلام بقي على دينه. والبعد الحضاري، الحقيقة أن هناك بعدا حضاريا، يعني حتى باعتراف المنصفين من المستشرقين والمؤرخين الغربيين، الحضارة الإسلامية حملت مشعل الحضارة، الأمة الإسلامية حملت مشعل الحضارة في القرون التي توصف في الغرب القرون الوسطى بأنها عصور الظلمات،
فهناك بعدان، يعني ليس بعدا دينيا محضا، بالرغم من أن الدافع الديني كان هو البداية. عندما سمع الفاروق من يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله والعياذ بالله، فمن هنا انطلقت الشرارة أن هناك خطر اسمه اللحم. أما القضية مزيج، وبدليل أن سيبويه الذي تفضل أستاذنا الدكتور علي بالإشارة إليه نموذج يعني لا تجده في الأمم الأخرى كلها. الآن إذا أطلق الكتاب ولم يكن المتحدث يقصد القرآن الكريم، فهو يقصد كتاب سيبويه. بلغ هذا الشأن وهو رجل اسمه فارسي ما زال عطر التفاح. المهم أن يعني هذا الرجل العملاق يعني كتب حيكت حوله أساطير. هذا أمر نادر جدا واستثنائي في تواريخ الأمم، أن يأتي إنسان لا ينتمي للأمة الغالبة ثم يبدع في لغتها في تأصيل قواعدها، ويشتهر هذا الاشتهار ويصبح طبعا يؤخذ منه ويرد، وهناك من يخالفه. نشأت مدرستان ثم مدرسة ثالثة، ثم لكن الرجل ظل إذا يعني أشير إلى النحو يقال سيبوي، بدليل أن الهدامين اليوم عندما أرادوا الهدم النحو سبوا سيبوي في عناوين كتبهم. طيب نذهب، دعنا نذهب إلى 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 كوسوفو لنسأل الأستاذ أحمد، لو تحدثنا أستاذ أحمد عن الوظيفة التي أداها النحو منذ تقعيده في حينه على أيدي اللغويين والمختصين في هذا الشأن في ذلك الوقت، ما الخدمات والوظائف التي أداها؟ النحو جاء للاستجابة لحاجة ماسة وهي تقعيد اللغة، ليتمكن من لا يضبط اللغة العربية بالسليقة ممن ليس ممن يتحدثها كما يتحدثها الأعرابي في باديته، كما يتحدثها المنحدر من قبائل العرب أبن عن جد، بدون حاجة لمعرفة القواعد ولكن دون أن يلحن أو يخطئ. فمن تعلم العربية ومن خالط أصحاب الألسنة الأخرى أصبح محتاجا إلى التقعيد، وهنا جاءت الاستجابة على قدر الحاجة، وجاءت متدرجة متراكمة يساهم فيها كل من يتحدث العربية من عرب أو غيرهم. كان الباب مفتوحا، تعددت المدارس، تدخل الحكام لم يكن، لكن أستاذ أحمد أرجو المعذرة، بالنسبة للقواعد والاستثناءات والشواهد وحتى قبول الرواية عن اللهجات العربية، ثمة من يعيب على مدرستي الكوفة والبصرة وبالتحديد البصرة تشددها في مسألة قبول الرواية، وكذلك اعتمادها على اللهجات، لم تكتفي بالحجازيين أو بقريش وإنما ذهبت إلى قبائل أخرى كانت على صلة ب عفوا أقصد البصريون، تشددوا في قضية القواعد والاستثناءات وتشددوا في قضية قبول الرواية الشعرية. فهذا يعني يقول المعترضون على ذلك بأنه هذا سبب تعقيدات في النحو العربي، ماذا يمكن أن يعلق على هذه القضية؟ في الحقيقة اللغة، بقاء اللغة العربية واستقرارها وحمايتها من التفرع إلى لغات متعددة ومن الانحراف ومن التغير هو جزء من معجزة القرآن الكريم التي سخر الله لها الناس لخدمتها. مهما تعددت المدارس، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة أو غيرها، فالمجال كان مفتوحا للاجتهاد حتى داخل هذه المدارس، إنما هي مدارس اصطلاحية، لم يكن لها مقر، لم يكن لها مدير، لم يكن لها رئيس، لم تكن تصوت، بل داخل المدرسة الواحدة تجد اجتهادات مختلفة وتجد آراء متعددة في حالة عجيبة جرى فيها الحفاظ على اللغة العربية، حتى بقيت اللغة العربية التي تحدثتها قريش هي اللغة العربية التي نتحدثها الآن في هذا البرنامج، وحتى بقي القرآن الكريم مفهوما واضحا بينا لكل من يتحدث اللغة العربية. هذه معجزة يجب أن نحتفل بها وأن تكون مصدر اعتزاز، وكل ما يوجد من تعدد هو تعدد طبيعي،
لأن مجال الاجتهاد كان مفتوحا. فكان من الممكن بالنسبة لكل واحد من علماء اللغة أن يكون له رأيه الخاص حول ما يستقيم من شواهد النحو وما لا يستقيم، وحول الحالات المقبولة وغير المقبولة، حول الحالات الشاذة. فبقي مجال الاختلاف واسعا، إلا أنه ظل في إطار حفظ للغة العربية وحدتها، بحيث لم تصبح لدينا اليوم لغة عربية خاصة باليمن، وأخرى خاصة بالحجاز، وأخرى خاصة بالمغرب، ولكن بقيت اللغة العربية الفصحى لغة واحدة عليها شبه إجماع في قواعدها، وفي ما يصح منها وما لا يصح، وفي تحديد اللحن، وفي تحديد السليم والسقيم من الكلام. وهذا أمر، هذه معجزة ربانية يسرها الله سبحانه وتعالى لهذه اللغة، لأنها لغة القرآن الكريم، ولأنها بمجرد نزول القرآن الكريم لم تعد لغة عرق أو شعب محدد، بل أصبحت لغة عالمية مفتوحة يساهم فيها الهندي والفارسي والبربري وكل السلالات والشعوب تساهم وساهمت في الحفاظ على هذه اللغة وحماية قواعدها. طيب دكتور علي، بالنظر إلى السياق الذي نشأ فيه النحو والأصول التي وضع عليها، سؤالي لك، والغاية التي أنشئ أو وضع من أجلها، ماذا حقق من الغرض الذي أنشئ من أجله النحو؟ هل أفاد وخدم لسان العرب أم أضر به؟ طبعا على الأقل في القرون الثلاث الأول. يعني لا شك أنه أنهم عندما وضعوا أسس النحو وقواعده وكتبوا وألفوا الكتب في ذلك، إنما حافظوا على اللغة وعرفوا الناس بأساليبها وبطرق الكتابة فيها وبطرق النطق وما إلى ذلك. ولذلك استطاعت هذه الكتب أن تصون اللغة وأن تجعلها قابلة للتعلم من العرب ومن غير العرب. يعني نحن اليوم ننظر إلى اللغة العربية بمنظورنا اليوم، كيف استقبلها القدماء؟ القدماء استقبلوها متشغفين يعني إليها، راغبين فيها، متعلمين، ولذلك نشأت هذه من عرب وعجم. طبعا من عرب وعجم، المسلمون وغير المسلمين أيضا، كل هؤلاء يعني نظروا إلى هذه الكتب. الخلافات التي كانت بين النحويين يجب ألا نفهمها على أنها يعني تعقيد أو ما شابه ذلك، هي نوع من وجهات النظر. وما قيل يعني كما تفضل الأستاذ أحمد قضية مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، هناك من علماء الكوفة من كان يأخذ ببعض آراء أهل البصرة، وهناك من علماء البصرة من كان يأخذ ببعض آراء علماء الكوفة. القضية لم تكن قضية مدرسة مستقلة، القضية قضية رؤية لهذه القواعد وإلى آلية جمع هذه القواعد، وكيف يمكن أن نستنبط منها القاعدة التي يمكن أن تكون سائدة على الجميع. فبعضهم يترخص وبعضهم لا يترخص، ولكن النتيجة واحدة، القواعد العامة هي واحدة. يعني ما من أحد قال إن الجملة الإسمية لا تكون من مبتدأ وخبر، لما من أحد قال إن الجملة الفعلية لا تكون من غير فاعل مثلا، إنما العملية أن هذه الكتب ساهمت أولا في الحفاظ على اللغة، ساهمت في جمع. وهناك أمور أخرى تتعلق بهذا الموضوع، يعني حتى تكتب كتب النحو كان لابد من جمع الشعر، وكان لابد من جمع المفردات والكلمات التي كان يستخدمها العرب في باديتهم. وكان عدد من العلماء يذهبون إلى البادية حتى يأخذوا من أفواه العرب ما يستمعون. الأصمعي كان يذهب إلى البادية وكل ما سمع شيء يدونه. ولذلك فكرة التدوين التي كانت في بداية التدوين العربي كانت مثلا كتاب المطر، كتاب الشاء، ما جمع ما قيل في هذا على غير ترتيب. لكن دكتور علي لو أذنت لي، يعني تتحدث بصورة طيبة عن النحو، لكن ثمة رأي يقول بأن النحويين أدخلوا الفلسفة إلى النحو. يعني عبد القادر الجرجاني عندما تحدث عن العوامل وأنشأ وألف كتابه العوامل المئة، يعني اتبع المنهج الفلسفي في هذه العوامل، وأن يعني
العاملين أو المعمولين لا يشتغلان مع عامل واحد، ودخل في تفاصيل فلسفية وبنى عليها، فهذا أدخل تعقيدات كثيرة في النحو. التعقيد في آلية العرض وفي آلية التحليل وفي آلية النظر إلى القاعدة النحوية ومحاولة إبداء الرأي والترجيح وما إلى ذلك. أما القواعد فهي معايير. يعني أرجو أن ينتبه الجميع إلى قضية اللغة، لكل لغة، لكل أمر في هذه الحياة تقريبا لابد له من معايير يسير من خلالها وينطلق منها. اللغة إن لم تضبطها القواعد والمعايير التي يمكن للإنسان أن يستخدمها فيها، كيف تكون لغة؟ كيف نستطيع أن نتعلمها وأن نعلمها؟ لابد منها. القواعد هي معايير الكلام. نعم. يبقى بعد ذلك الأساليب، وهنا يتفاضل الناس. أنا لا أتفاضل بيني وبين الآخرين بأنني أعرف أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع، بل أتفاضل بيني وبين الآخرين بالأسلوب الذي أستخدم فيه هذه القاعدة وبالطريقة التي أعرض فيها الفكرة أو المعنى من خلال استخدام هذه القاعدة. من ها هنا عندما نتحدث عن اللغة، عن قواعد النحو، أرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر وأن ننتبه إلى أن العرب أيضا تأثروا بغيرهم من الأمم. يعني أنت تتحدث عن الجرجاني، نحن نتحدث عن عما بعد القرن الرابع الهجري. وهنا يجب أن لا ننسى أن الفلسفة دخلت إلى الثقافة العربية، وأن الترجمة دخلت إلى اللغة، ونقلت كتبا من الأمم الأخرى إلى اللغة العربية، ونقلت ثقافات وحضارات إلى اللغة، إلى البيئة العربية. لابد أن تتأثر هذه الأشياء كما أننا نتأثر اليوم. يعني لما نبيح لأنفسنا اليوم أن نقلد الآخرين أو أن يقلد الآخرون بعضا من أمورنا، ولا نبيح للقدماء أن يفيدوا مما جاء به الآخرون ليطوروا علومهم ومعارفهم وما إلى ذلك. نعم. هذا الأمر إذا نظرنا إليه بعين الإنصاف، نعم، نجد أن العرب الذين أن كل من ألف في قواعد اللغة العربية، نعم، إنما ألف كتبا لتعين الناس على استعمال هذه اللغة بعيدا عن اللحن والخطأ. وأفهم من كلامك أن النحو نجح في تحقيق هذه الغاية، لكن التعقيدات نشأت نجح بها إلى أوائل القرن العشرين. نعم. يعني القضية ليست بعد قضية هذه، بعد ذلك سنبحث بعد الفاصل هذه المرحلة التي وصلنا إليها. إذا مشاهدين الكرام، كان هذا المحور الأول الذي بحثنا فيه كيفية نشأة النحو العربي والغرض الذي وضعت القواعد من أجله وماذا حقق من هذا الغرض. بعد الفاصل نبحث دعوات تجديد النحو العربي في سياقها الحضاري اليوم. نلتقي بعد قليل. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، هذه عودة لاستئناف الحديث في موضوع الحلقة تجديد النحو العربي. سريعا أذهب إلى أنقرة. أستاذ منذر، يعني لماذا اليوم الناس، كثير من الناس حتى من أبناء العرب، من الناطقين بالعربية، يجدون النحو عبارة عن مجموعة من القواعد والاستثناءات والشواهد المعقدة؟ أين الخلل؟ يا سيدي، بدءا أنا مع الملاحظة التي تفضلت بها قبل قليل، كتب المتأخرين في النحو بدأت تغزوها الفلسفة مثلما غزت علم الكلام، وهذا كان من أحد المشكلات، وتباين اختلف الوضع كثيرا عن الكتب الأولى التي كانت أصفى وأبعد عن الكتب التفاصيل إلى آخره. الشكوى من صعوبة النحو في تقديري أنها أولاً قديمة،
يعني الجرجاني نفسه دعا في القرن الخامس الهجري إلى تحرير النحو من فضول القول. سبقه الجاحظ بأنه يجب أن نعنى بأن نعطي الصغير، الصبي الصغير من النحو ما يكفي لسلامة لسانه من فاحش الغلط. لكن ثم جاء ابن مضاء الأندلسي ودعا دعوة لإصلاح جذري، وحتى ابن خلدون في القرن التاسع انتقد كتب النحو المتأخرة وقال إنها تخلو من الشواهد والكلام العربي الجميل الذي إن تنمية الملكة عنده، تنمية الملكة اللغوية تكون بكتاب الله عز وجل وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالكلام العربي الفصيح البليغ شعره ونثره. هذا الآن يعني أنت تعتقد أستاذ منذر أن المشكلة أن الخلل، سألتك عن الخلل وأنت تجيبني عن هذا، لكن هل أفهم من كلامك وأرجو أن تصحح لي أن الخلل ذاتي في قواعد النحو ذاتها في كيفية وضعها؟ لا 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 لا، هو هذا التعقيد جاء في الأوقات المتأخرة كما أشار ابن خلدون في المقدمة. في عصرنا هذا بدأ الإحساس بهذه الصعوبة منذ عام 1938 في مصر. شكلت وزارة المعارف لجنة من كبار الأدباء واللغويين وقدمت مقترحات، ثم في المؤتمر الثقافي العربي الأول الذي نظمته جامعة الدول العربية عام 1947 أقر بضرورة تيسير النحو دون المس بجوهره وأصوله. الشكوى هي من طريقة التعليم، لكن الوضع الآن صار أسوأ كثيرا مما كان قبل 90 سنة تقريبا. لما؟ أولا يعني يدرس النحو مثل ما سماه ابن خلدون النحو الجاف، يعني وإما شواهد غريبة عن الأسماع وعن نشأة الطفل وعن ثروته اللغوية. فالأصل أن يدرس النحو، الشواهد تكون من القرآن الكريم بالدرجة الأولى ومن الواقع المعيش اليوم. هذا غير موجود في الكتب التي تقرر في مدارسنا. يضاف إلى ذلك أن النحو يدرس مجرداً، كان النحو يدرس ضمن اللغة تذوقها وبلاغتها، والآن يدرس هكذا ويدرس كأنه يعطى يعني يعلم لمتخصص. هل في الفقه في التعليم العام نعلمه مثلا ألفية الحافظ العراقي بالحديث؟ لا، نعلمه الأساسيات. ما يعطى أحيانا للتلميذ عندنا في بعض دروس النحو المفروض أنه للمتخصصين، لكننا نثقل عليه فيحفظ حفظا يعني ببغاويا، ثم وعندما ينتهي الامتحان ينسى هذا إذا كان جادا. صعوبة في التعليم لو نظرنا إلى تجارب التيسير المحترمة التي يعني كان أصحابها جادين، أن هناك من يريد هدم اللغة، سكن تسلم وإلغاء الإعراب، وهذا تلك دعوات هدامة. أنا أتكلم عن لغويين كبار، إبراهيم مصطفى، شوقي ضيف، مصطفى جواد. حتى شوقي ضيف دعا إلى اختصار كثيرا من الإعراب. هذا مشروع قدمه إلى مجمع اللغة العربية وأقره المجمع 1977، أقرته لجنة علمية. أقرت شطرا كبيرا منه بعد إدخال تعديلات عليه، ثم أقره المجمع في مؤتمر العام. أستاذ منذر، هذا الخلل يعني قدمت لنا إجابة قد يعني تكون واضحة بما فيه الكفاية عن قضية الخلل وسبب هذه التعقيدات، لكن أستأذنك لأنتقل إلى كوسوفو لأسأل الأستاذ أحمد. يعني الآن هناك دعوات لتجديد أو تغيير النحو العربي، لا نريد أن نضعها في ميزان الحكم القيمي نحكم عليها قيميا، وإنما نريد أن نفهم منك أستاذ أحمد لو تفضلت بماهية هذه الدعوات، ما هي طبيعة وجوهر هذه الدعوات لتجديد أو إصلاح النحو العربي؟
أنا أضيف إلى ما ذكره الأستاذ منذر بخصوص دعوتي للاهتمام بالأدب والتذوق العربية، وجعل ذلك هو الأساس الذي يدرس النحو داخله. أضيف أنه في القرن منذ القرن 19، أرجو الاختصار، ما عندي وقت أستاذ أحمد، فقط وفي القرن 20 انتشرت دعوات مهاجمة للغة العربية منقصة منها، تبحث عن أي حجة لتجعل الناس يزهدون في اللغة العربية وينصرفون عنها إلى اللغات الأوروبية، إلى لغات المستعمرين. وبلغ هذا الأمر أوجه ضمن سياسة التحقير اللغوي الفرنسية التي مورست في شمال إفريقيا على الخصوص، وظهرت آثارها في الشام وفي مصر. هذه السياسات الأوروبية تعتبر اللغة العربية عدواً، تعتبرها أساساً للثقافة الإسلامية، وتريد أن تفك الرابط بين الناس وبين اللغة. وأولئك الذين يساهمون في محاولة هذا من حيث هدف هذه الدعوات. لكن ما هي التغيير المطلوب في اللغة أستاذ أحمد؟ ماذا يريدون أن يغيروا؟ ما الصورة المقترحة للتغيير؟ يريدون أن يعبثوا بالعربية، وهذا غير ممكن. القواعد مستقرة، اللغة العربية لها قواعد مستقرة وستبقى مستقرة بفضل القرآن الكريم وبفضل حماية العربي لها. اللغة العربية ليس لها مؤسسة أو أكاديمية تحدد قواعدها. اللغة العربية قواعدها مستقرة، من يحميها هم العلماء، ليس لهم مكان يجمعهم، هم مشتتون في كل أنحاء العالم الإسلامي، يجتمع الناس على قاعدة، اجتمعوا على طريقة معينة في الكتابة، ثم وضعوا النقط، ثم بدلوا تلك الكتابة لطريقة أخرى، ودائما ينتصر رأي الأغلبية بكثير من المطاوعة والتعاون. لكن العربية مستقرة محمية، لأنها جزء من معجزة القرآن الكريم، ولأنها أغنى اللغات وأكثرها تأثيرا في العالم، ويجب أن نعرف ذلك ونعتز به وندركه. هذه علينا أن نحتفل باللغة العربية، وأن نرد على كل الدعوات التي تريد الانتقاص منها، خاصة من أولئك الذين درسوا لغات أوروبية وانبهروا بها وجعلوا يقارنون العربية بها. هم للأسف حين يقارنون من منطلق ضعف، فهم لا ينظرون مثلا إلى أن اللغة الإنجليزية لغة ليست قياسية، أنها مزيج من كلمات لاتينية ومن كلمات ساكسونية. لا ينظرون إلى العيوب الحقيقية الموجودة في اللغة الفرنسية مثلا والإنجليزية، لكنهم يأتون إلى اللغة العربية ثم يبدأون بالانتقاص منها. وهؤلاء خطابهم مرفوض، ليس لهم الحق أن يملوا علينا أي اقتراحات فيما يتعلق بالنحو العربي. طيب. لأنهم ينطلقون من منطلق خاطئ مرفوض، يجب أن يحارب باعتباره جزءا من عملية التحقير اللغوي الإجرامية التي شهدت أوجها في القرن العشرين، والتي ما زالت مستمرة للأسف إلى اليوم. جميل. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني هذا تقول بأن ماهية هذه الدعوات هي أصلها استشراقي ومرتبطة بعلاقات غير ودية بين المستشرقين واللغة العربية. وهنا أعود أسأل الدكتور علي مرة أخرى، هل هذا يعني أن العرب اليوم ليسوا بحاجة إلى إصلاح النحو وتطويره؟ الكلام الذي قاله الأستاذ أحمد؟ يعني أنا أرى أن الحديث عن تجديد النحو وتطوير اللغة وما إلى ذلك واللغة العربية حصرا، أنا أرى في ذلك أنه كلام يشبه الحق يراد به باطل. الباطل تحدثنا عنه، ما الحق الذي يشبه الحق؟ على أنه ما من شيء إلا ويحتاج إلى تطوير ينسجم مع مجريات الحياة، ولكن ليس كل تطوير يعني استبدالا. نحن للأسف عندما يتكلم عن تجديد اللغة النحو العربية أو عن تجديد اللغة العربية يتكلم على استبدالها. يعني هذه الدعوات يجب أن يعلم الناس ما هي، يعني دعي إلى استعمال العامية بدل الفصحى، هذه من الدعوات. جميل. فهل العامية لا تحتاج إلى قواعد؟ عندما نستخدم العامية سنضطر إلى وضع قواعد له، وبعد ذلك سيأتي قوم يقولون هذه قواعد صعبة وندخل في الأمر نفسه. دعي لاستبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني، ما علاقة هذا بتجديد النحو؟
أليست دعوة مغرضة يراد بها كما أشار الأستاذ أحمد إلى قطع الصلة بين مسلم اليوم وتاريخه وحضارته؟ أليست هذه دعوة إلى قطع الصلة بين المسلم العربي وغير العربي لأن الجامع بينهما هي اللغة العربية؟ دعي إلى استبدال، يعني هناك دعوات مضحكة، يعني أحدهم طرح أن يستبدل الكلام العربي بحساب الجمل. هذه دعوات للأسف نوقشت في مجمع اللغة العربية في القاهرة في منتصف القرن الماضي. نحن عندما نتحدث عن تجديد النحو لا نريد تغيير القواعد، نريد تجديد أساليب العرض. هذا الذي نحتاج إليه. بمعنى أن قواعد اللغة العربية ستبقى كما هي، لا تستطيع أن تغيرها، لأن تغييرها يعني في مرحلة من المراحل يعني انقطاع الحاضر عن الماضي. تجديد العرض، أنت بحاجة إلى تجديد أساليب العرض، إلى أساليب التدريس، إلى المناهج المناسبة التي تجعل الطالب يحب هذه اللغة ويستخدمها. اليوم أنا بعض الناس يباهون أن أبنائهم وضعوهم في مدرسة أجنبية وأنهم يتقنون اللغة الأجنبية، يباهي بذلك. هل وضعت أبنائك في مدرسة أتقنت العربية؟ لما نتحدث اليوم عن مشكلات اللغة وعن مشكلات القواعد وصعوبتها؟ هذا الكلام قبل نحو 60 عاما لم يكن مذكورا إلا على شيء من التندر وإلا على شيء من الخبث الذي جاء به بعض الناس. الناس في 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 فيما مضى اللغة العربية حافظت على قواعدها وعبرت عن كل التطور الحضاري الذي قدمته إلى الإنسانية. إلا اللغة العربية استطاعت أن تساير كل التطورات وأن تحمل كل التحديثات باللغة بقواعدها التي نحن اليوم نتحدث عن صعوبتها. فالمشكلة ليست في قواعد اللغة. اللغة العربية لها خصوصية أو لها خصوصيات. اللغة العربية ليست لغة العرب فقط، بل هي لغة العقيدة. نعم. وأي ضرر، يعني يحاولون الإتيان إلى العقيدة من خلال الحديث عن صعوبة القواعد وتطويرها وتغييرها وما شبه ذلك. نعم. اللغة العربية لغة مستمرة. نعم. معانيها ألفاظها ما زلنا اليوم نحن نتحدث بما تحدث به العرب في الجاهلية. طيب أستاذ دكتور علي، أعتذر منك لضيق الوقت، أذهب إلى أنقرة يعني حتى نكون عمليين أيضا. أستاذ منذر يعني تحدث عن نقطة مهمة الدكتور علي، قال بأننا لسنا بحاجة ولا يمكن تغيير في قواعد النحو لأنها مستقرة كما قال أحمد في كوسوفو. سؤالي لك، قضية تجديد أو تطوير أساليب العرض، هل يمكن أن تحدثنا عن الكيفية التي يمكن أن يدرك بها هذا الهدف؟ بالضبط، هو المخلصون العلماء المخلصون الذين تبنوا حتى بعض، يعني مثلا تجربة إبراهيم مصطفى رحمه الله اعترض عليها مثلا محمد أحمد عرفة الأزهري، لكنه أقر بأننا نعطي التلميذ في المرحلة الابتدائية نغوص معه في تفاصيل لا يدركها، يعني هو في سن لا 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 يستطيع إدراكه. أنا أتكلم عن أسلوب العرض، أيضا السياسات. هل الحكومات الآن تخدم اللغة العربية؟ انظر إلى الشوارع، انظر إلى اللامبالاة حتى في المدارس، انظر إلى تسييس التعليم. هناك جملة من العوامل، لكن تيسير النحو، إعادة صياغته، لا نتكلم عن تغيير القواعد. تغيير القواعد هذه جناية كبرى، الذين دعوا إليها مجموعة من التغريبيين في البداية، سلامة موسى وفهمي، والذين أرادوا نسف العربية كلها، يعني كانوا يكرهونها فعلا لأنهم يكرهون الإسلام. والبعض المتأخرين مثل الذين هاجموا سيبويه وهاجموا البخاري، لاحظ المفارقة. هي القضية، قضية الدين والعربية لا يفترقان، الدين والعربية لا يفترقان البتة. المسألة هي هل هناك سياسات تعليمية رشيدة؟ لماذا تقديم اللغات الأعجمية؟ وأنا قرأت منذ مدة خبرا أفزاني
فوق كل مآسينا في دولة عربية قرروا التعليم المدرسي بالعامية بالدارجة، دولة مغاربية. الدول نفسها الآن لما لم تأخذ مثلا بتجربة الدكتور عبد الله الدنان التعليم بالممارسة. طب استاذ منذر، الكره الان يتكلمون الفصيحه لتطوير اساليب العرض، لتطوير اساليب العرض ويعني التي تحدث عنها الدكتور علي معنا في الاستوديو. الكره الان لتحقيق هذا الهدف في ملعب اللغويين ام اساتذه الجامعات ام اساتذه المدرسه ام في ملعب الساسه؟ لا يبدو ان الاخيره يعني مجدي ان تكون في ملعب الساسه. اذا في ملعب من الكره اليوم؟ هي في اساسا في ملعب اهل اللغه، لكن جهودهم الفردية مهما أثمرت تحتاج، يعني مثلا تعريب الطب، أنا أعطيك مثالا أنه لا بد من الضغط على الساسة رغم أنوفهم. لما تعريب الطب في سوريا؟ صح، بدأ على أيدي نفر من الأطباء المخلصين المؤمنين بدينهم وبأهمية لغة الوحيين وفقهاء أيضا، لكن لولا أن تصبح سياسة رسمية منذ عهد الاستقلال ما استقر تعليم الطب العربية، باستثناء مختلفة عن هذا، مختلف عن سائر الدول العربية تقريبا. أيضا تجربة الأستاذ محمد الشارخ في تعريب الحاسوب جهد فردي عظيم، لكن الآن نحتاج إلى في النهاية هنا قرارات من يحكم لغة الشوارع واللافتات واللوحات الإرشادية، هذه تحكمها حكومات. أما اللغويون فعليهم الإصرار وتبسيط النحو لكي، وهذا فن في ذاته، ليس في النحو فقط، حتى في الرياضيات. يعني أنا أذكر أحد أساتذة الرياضيات كان يشرح لنا على مستواه هو. أنت إذا أردت أن تعلم تلميذا يجب أن تعلمه بما يلائم عقله ومستواه ومستوى نضجه. طيب في كوسوفو أستاذ أحمد، يعني بعيدا عن قضية النية غير البريئة التي تقف وراء دعوات تغيير القواعد وتجديد اللغة وإلى آخره، كيف يمكن البناء على ما فعله الأوائل الذين نادوا بتجديد أو تحديث أو تطوير أو إصلاح مسائل النحو كابن مضاء وغيره، كيف يمكن البناء عليهم في تفعيل هذه القضية اليوم سحبا للبساط من تحت المنادين بهدم القواعد؟ ببساطة باستخدام اللغة العربية، بالرجوع إلى النصوص الأدبية الثرية الموجودة لدينا، الأدب الجاهلي من شعر وقصص وأساطير وأمثال، والأدب الإسلامي أيضا، المقامات والشعر، كل هذا يمثل فرصة لتعليم اللغة ولتمرير دروس عظيمة في الأخلاق وفي المهارات ودروس حول الحياة. نحن عندنا ميزة أننا يمكن أن نرجع إلى كل قصص الأدب في لغتها الأصلية، بينما مثلا بالنسبة للإنجليزي عندما يقرأ أساطير اليونان يقرأها مترجمة، لا يقرأها باللغة اليونانية، كذلك الفرنسي والإسباني، بل الإسباني ربما لا يستطيع أن يقرأ مؤلف دون كيشوت بلغته الأصلية للتغير الذي حصل على اللغة القشتالية. بينما بالنسبة لنا يمكن أن تقرأ للطفل معلقة امرئ القيس وتشرح له ويفهم، يمكن أن يفهم النص، كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، لن يجد صعوبة كبيرة في أن يفهم كيف ونبكي وبين، وتشرح له أن الدخول وحومل هي أماكن. فهذه الميزة الموجودة لدينا ليست موجودة لدى أي أمة أخرى من البشر اليوم، أن عندنا ما يزيد على 15 قرن من التراث متاحة، مفهومة تراكم هائل منتشر عبر القارات الثلاث، أوروبا إفريقيا وآسيا، ألف في أقصى آسيا وفي أعماق أوروبا وفي أعماق إفريقيا، كل هذا متاح. أنا نظرت في مقامات الحريري، وضعت خريطة هو سمى كل مقام على مدينة، فوجدت أن الخريطة ممتدة للغاية من بعض المناطق الموجودة اليوم في أرمينيا والموجودة في جورجيا إلى تركيا إلى الشام إلى الجزيرة العربية إلى اليمن إلى إفريقيا إلى فهذه الميزة يجب أن نستثمرها أكبر استثمار، وأن نحتفل بها وأن نعتز بها وأن نعتبرها ثروة عظيمة. وعندما يستمع المتعلم صغيرا كان أو كبيرا، وعندما يقرأ ما يكفي من النصوص العربية
ستتكون عنده الذائقة والمهارة للفهم ولتمييز السليم من 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 الخطأ من تلقاء نفسه. فعند ذلك نكمل لقواعد النحو، وتكون قواعد النحو قد وضعت في موضعها، لبنة وضعت في جدار وليست لبنة موضوعة في فراغ. فهذا هو الاقتراح الذي أعطيه. جميل. هذا تحدث يعني أحمد في كوسوفو عما يجب أن يقام، لكن أعرف أن لديك تعليق على ما قاله، بدقيقة يمكن أن تعلق، لكن بعد ذلك أجبني وبقي القليل من الوقت دكتور علي لو أذنت. كيف السؤال هو كيف؟ الآن هناك جامعات، هناك وسائل إعلام، هناك غيورون كثر على اللغة العربية، لكن ليس ثمة يعني جهد ملموس، كيف يمكن البناء؟ شوف، أنا اسمح لي أن أتمم كلاما سبق في قضية الصعوبة وما يشاع حول اللغة العربية وقواعدها ونحوها. أذكر أنني شاركت في مؤتمر في سنة 2008 في مركز الدراسات في أبوظبي، شارك خبير بريطاني ليسلي ماكلوخلين، قدم بحثا. مضمون البحث كان عبارة عن أنه يقول ثمة 10 خرافات تطلق على اللغة العربية هي بريئة منها. من هذه الخرافات صعوبة تعلم اللغة العربية، صعوبة التعليم باللغة العربية، صعوبة قواعد اللغة العربية، العامية والفصحى والتنافس بينهما. هذه قضايا، علما أنه يتقن 5 لغات. من هذا الباب وما أشار إليه الأستاذ منذر قبل قليل، تجربة عبد الله الدنان، هذه تجارب. ماذا يمكن أن نقول؟ ماذا يمكن أن نعمل؟ أولا، اللغويون يستطيعون أن يقوموا بعملهم إذا أتيحت لهم الفرصة. للأسف اليوم اللغويون موضع تندر للآخرين، ولذلك لا تنتظر من إنسان يتندر عليه أن يقدم لك شيئا. المؤسسات التي تعنى باللغة العربية مثل مجامع اللغة العربية ومثل هيئات التمكين للغة العربية وكل هذه المسميات، ما السلطة التي تملكها لكي تقدم شيئا للغة العربية؟ لا تملك أي سلطة، بل إن ميزانياتها أقل الميزانيات التي تقدم إلى أي مؤسسة. أحيانا يقدم لملها أكثر مما يقدم لمجمع في اللغة العربية. وزارات التربية ما الذي تقوم به وما الذي يقدم لها؟ مراكز البحث العلمي في الوطن العربي ما الذي يقدم لها وما الإمكانيات التي تقدم لها؟ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما لم تكن هناك سياسات وإرادات سياسية، اليوم إذا أملي على دولة من الدول شيء فتستطيع تهرول إلى تغيير مناهجها كاملة، وهذا نعرفه جميعا دون أن ندخل في تفصيلاته. ولكن إذا طلب منها أن تعتني باللغة العربية وأن تعد الأساتذة، لابد من إعداد الأساتذة، لابد من إعداد المناهج، لابد من إعداد النصوص التي نستطيع أن نستخدمها، نستطيع أن نستخلص من التراث نصوصا يمكن أن يقرأها الطالب اليوم وأن يستمتع بها، وعندي تجارب في ذلك كثيرة. إذن لابد من أن يكون هناك إرادة سياسية، لابد من العمل على هذا، لابد من إعادة النظر في المناهج وفي التدريس وطرقها، وفي تعليم المدرسين وتأهيلهم لهذه الأمور، حتى نستطيع أن نقدم لغة مناسبة لا يستطيع أحد أن يتهمها بالجمود أو بالتجديد وما شابه ذلك. اللغة بقواعدها قوية ثابتة وستبقى، ولكن بحاجة إلى أناس يهتمون بها ويؤمنون بها. إذن اللغة العربية ومستقبلها في ملعب الساسة، وهو مستقبل أمة. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو، الدكتور علي أبو زيد الخبير الأول بمعجم الدوحة التاريخي والرئيس الأسبق لجامعة دمشق، وكان معنا عبر سكايب من أنقرة الأستاذ منذر الأسعد الباحث في قضايا اللغة، وشاركنا الحوار عبر الهاتف من كوسوفو الأستاذ أحمد القاري الباحث في قضايا اللغة والسياسة اللغوية. شكرا لكم، في حراسة الله.